دار الآخرة تذكرها بيخليك مهما يعني انتفش الباطل او قوي الباطل او تحسيت ان اهل الباطل معهم القوة وكده، ده بيخليك برضو شايف ان الموضوع صغير قوي بالنسبة لما تعيش انت فيه في الدار الآخرة. يعني ان اهل الباطل مهما ملكوا ومهما سيطروا، هي سيطروا على ايه؟ يعني جزء من الارض، شيء من ما موجود في الارض. انت اصلا شايف الارض كلها باللي فيها ولا حاجة بمقارنة باللي انت عايش فيه في الدار الآخرة. فانت شايف الموضوع هما مش اقوية ولا حاجة ولا مسيطرين ولا حاجة. اولا ربنا هو اللي مكنهم، ثانيا مكنهم من حاجة صغيرة قوي، يعني هم لا يملكون شيء، لانك انت عايش مع الرب سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات والارض وما بينهما والجنة والعرش والفردوس والنار. الحاجات دي كلها بالنسبة لك اضخم بكتير جدا من قطعة من الذرة اللي احنا كلنا قاعدين عايشين عليها ديت. في جوه الذرة اللي احنا يعني انت تخيل مثلا الكرة الارضية دي، تمام؟ الكرة دي كلها الشمس قدها مليون مرة. الشمس بس قد الارض كم؟ مليون مرة. الشمس دي بيعتبروها نجم صغير. نجم ايه؟ صغير في المجموعة الشمسية. واللي بيكرمها قوي بيقول نجم متوسط. يعني لحد عم يحب ايه يتعصب يعني ليه لضرب التبانة، هيقول ان الشمس دي نجم ايه متوسط، لكن هو في العادة بيقولوا نجم ايه صغير. اذا دي نجم صغير بالنسبة للمجموعة الشمسية اللي احنا عايشين فيها. الناس اكتشفوا ان في نجوم كتير احجامها اضعاف مضاعفة الاف المرات من حجم ليه الشمس. طيب عدد النجوم في السماء قد ايه اصلا؟ العلماء بعد طبعا التطور قالوا في النهاية ان عدد النجوم في السماء اللي احنا شفناه او اللي احنا متوقعينه واللي احنا ما شفناهوش يفوق عدد الرمال على كل بحار الارض. عدد ذرات الرمال، لو تخيل عدد النجوم في السماء يزيد على عدد ذرات الرمال على شواطئ البحار. الشمس فين بقى؟ طب الارض فين؟ طب انت فين؟ طب اللي بيملك قارة ولا دولة فين من المشهد دوت؟ طبعا لو احنا بنتكلم كده ده اللي شافوه، واللي ما شافوش لسه اكتر. وكل ده احنا في السماء الدنيا، والسماء الدنيا دي اصغر سماء ربنا خلقها. في السماء التانية اكبر من الاولى، والتالتة اكبر من التانية، والرابعة اكبر من التالتة، لغاية ما توصل ان السابعة اكبر من ايه؟ من الستة. طب السابعة قد ايه بالنسبة للاولى؟ طب فين الشمس دلوقتي؟ الارض راحت فين؟ ايه اخبارك انت؟ فوق بقى السماء السبعة في الكرسي، موضع قدمي الرب. والكرسي السماء والارض دي بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، يعني زي ما خاتم كده رميته في الصحراء. نسبة السماوات كلها والارض الى الكرسي زي نسبة خاتم كده ترمى في صحراء. بعد كده في العرش، قال النبي عليه الصلاة والسلام وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. والرب فوق العرش، هو أكبر من العرش سبحانه وتعالى، أكبر من العرش. العرش لا يحمله والكرسي لا يسنده، بل الكرسي وعظمته والعرش وحملته كل ذلك محمول بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه أخبارك أنت بقى؟ أنت فين بقى في القصة دي؟ أنت لما تكون عايش في الجو دوت، طبعا الجنة والنار والكلام دوت، تبقى شايف الظالم دوت قد ايه، وشايف اللي هو بيملكه قد ايه، تبقى انت عايش في الآية ديت لا يغرنك تقلب الذين كفروا في الايه في البلاد. انت عايش في الكلمة اللي بعديها دي، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. انت عايش في جو تاني، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يبقى أنت الموضوع ده خلاص عندك مناعة ضد أنك تفتن من ظالم أو تفتن من ملك مثلا أو حد يفتنك في دينك بالسلطة، لأن أنت شايف السلطة دي مهما كبرت هي أتفه مما أتخيل، وهم في الحقيقة لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. انظر يا فرعون وقارون، قصص إيه معروفة. تعلقك بالدار الأخيرة يخليك لا تبتئس ولا تيأس. ليه؟ لأن في مكان تاني، مهما حصل من إحباطات، مهما حصل من إخفاقات، مهما حصل من ألام أو جراحات، الموضوع الحمد لله نهايته مش هنا. عارف لو نهايته هنا كان كلنا دمرنا نفسيا. لما نشوف مظلوم مات مظلوم أنا أحبط، صح؟
لما اشوف واحد مات وما خدش حقه انا اتأذى نفسيا، لكن لما انا ابقى عارف ان فيه دار اخره الموضوع ده بيخليني هادي جدا، عادي في دار اخره. فاستذكرون ما اقول لكم وافوض امري اليه الى الله ان الله بصير بالعباد. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار، من عمل سيئا فلا يجزى الا مثله ومن عمل صالحا من ذكر انثى فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. ثم مردنا الى الله، الى الله، فدايما المرد الى الله سبحانه وتعالى دوت خليك هادي. عشت والله انتصرت، ما انتصرتش، عشت مظلوم، خدت حقي، والله ما فرقش معايا، انا كده كده متاكد ان في دار اخره وستقضى فيها الحقوق، وبالتالي عمره يحصل يأس ولا احباط ولا اخفاقات.